للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف النقيب ريم وحيد فليفل، عضو لجنة توحيد السياسات بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية. مساء الخير النقيب ريم، وما الذي أضافه قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة من واجبات على جهاز الشرطة وتحديدا المديريات الأمنية في مجال حماية الطفل؟ نعم، مساء النور. في الحقيقة قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة هو يعزز من دور الشرطة في أدائها لمسؤولياتها الأمنية في حماية الطفل. والواقع أن جهاز الشرطة وتنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية الموقر بضرورة أن تتبنى الشرطة تقديم خدمات مجتمعية إلى جانب دورها في ضبط الجريمة كان سباق في تلمس حاجة المجتمع، لما استحدث في العام 2007 مكتب بمسمى حماية الأسرة والطفل، واللي أسند إلى اختصاصه بالإضافة إلى التعامل مع الوقاع ذات الطابع الأسري وقاع الطفل، سواء ما يقع منها داخل محيط بيئته الأسرية أو خارجها. فمكاتب حماية الأسرة والطفل في مديريات الشرطة تمثل إحدى القنوات الإدارية المخصصة لتلقي التبليغات المتعلقة بوجود طفل في إحدى حالات الجنوش أو التعرض للخطر أو سوء المعاملة، فهي بيئة مهيئة ومنسجمة مع ما اتجه إليه القانون في أحكامه اللي تضمن مراعاة خصوصية الطفل من خلال تمتع هذه المكاتب بمواصفات إنشائية بعيدة عن الطابع الشرطي، مثل ألوان الجدران التي تنسجم والشعور بالارتياح النفسي، إضافة إلى وجود ركن يحتوي على بعض المواد المسلية للطفل أثناء تواجده في مركز الشرطة، إضافة إلى غرفة خاصة للرعاية والأمومة، وأيضا مراعاة للسرية والخصوصية. تعتمد هذه المكاتب مدخل خاص لعملائها وغرف مقابلة مصممة بجدران عازلة للصوت، إضافة إلى اعتمادها سجل خاص يحمي خصوصية وسرية بيانات أطراف الوقائع، إضافة إلى أن العاملين في هذه المكاتب من عناصر الشرطة النسائية المؤهلات والمدربات على التعامل مع الطفل. نعم. وفي ضوء ما جاء به قانون العدالة الإصلاحية للأطفال حماية من سوء المعاملة، أوصت لجنة توحيد السياسات في مكاتب حماية الأسرة والطفل في المديريات الأمنية بالعديد من التوصيات، كان أبرزها بأن تتبنى الشرطة المزيد من الآليات والمنهجيات في تسهيل عملية تلقي المعلومات ذات الصلة بوقاع الطفل وتفعيل مصادرها، إضافة إلى صياغة برامج توعوية موحدة تمثل خلاصة الدروس المستفادة من وقاع الأطفال المسجلة بمكاتب حماية الأسرة والطفل، إضافة إلى التصدي إلى ما يحويه الفضاء الإلكتروني من مهددات الطفل، سواء ما يعني يرصد في مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بالألعاب الإلكترونية، كذلك بناء شراكات فاعلة مع مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية، والدعوة إلى تكامل الجهود الوطنية لحماية الطفل وفق ما جاء في أحكام المادة 34 من قانون العدالة الإصلاحية، بحيث تصاغ رؤية واضحة وأهداف محددة وجهود تؤازر بعضها البعض لتحقيق الحماية والأمان للطفل. نعم، النقيب ريم وحيد راشد فليفل، عضو لجنة توحيد السياسات بمكاتب حماية الأسرة والطفل بالمديريات الأمنية، شكرا جزيلا لك.